بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركه هراء سلعدينتا وقاشة بوحي حدثانة وصيفة أدى سمياشة مارياشة أوقافة أضياشة بليرالة وحقارتك حفلت نسبيل وهم في السلام يا سلام في إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كهن لنا شركة عيسى المسيح مروا بلغوا بواقعي إنه هو بحر الصابق إيشان تدور لغوا بواقعي إيه وحبك الشهن وعين إيه بدك لغوا بواقعي أيان كهن لنا هدان من هاي مدح دقاماتك وغاشة تيففك هدان من هاي سلاديك وحليان هاي هدان من هاي زيففك يا وغاشة شركة يا حقو لغط بل هل يتودي عزم زيتودي شركة بشي غط يا حقو وها حقو لك وغاشة وغاشة حقو لك وغاشة بورا غابسا وغاشة تنبيه سري ولا وريقان غيركو مركو فرقة بسنوية تسمع وصوليانا تسمع لنرك يسوك مادو أيا ليراها شرم وباهنك ها مركا ينغطو ها كلمة كم جنابا ليرا ليل هريا يا ليرا ومبدأ مكم جنابا ومبدأ وهي خرج في حق قال لك ابونا مين يما قالوا هلكا هي هلكا هلكا فاو مبلما ما كان كان ما كان كسومالي واصلة استنى فرح يصمم شو هو عاد الغباله ومد ولد حصة ايات تسمك النار من ميدي وعرف تسير كان بل يراو هو قال لك جنب الواقع يسو ايه ورانا يسو هكا بحر الصاف كفر لغو قبانيا هرت حق مولا يكون خب الواقية سنة الدين تأييد الساسي حق مولا سنة الدين حق مولا وها اغاشو انسان لمسو اي سوى الدين سيكشرتو اين الدولية الدين كيلين سنة الدين الدين كيلين لكن هرموتك قبائل كيلين شرار كيلة ملحا الدين كيلين أرجع مركع وراس شو بكتب إيه على صوبك بس إيه على ياس مهم كلا صوبك فيا أيوة سلطان أبو إنا الدنيا حبلي لكن حلو مره يو أنا واحد غنيت تي على ياس مهم كه شو أنا كغيب جلي أو بسم الله بغيب جلي إلا استجاب الله غيره حلو مره وهكذا حلو هاي هل ما أنا خلاص يا سلطان أبو وقال ابوك لا وقف قولها شركة خيرها قولنا يا سيدي وقول كل الله غير يعني لا وها كم عينك جت ما كم عين شركة وها لانها يسمي ثمان شركة ومبانا ومبانا مرفوضة هو وقف الشن وانو خبصا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت في عقل حسن شغل محمود كان مدى وقاش قبل كساحل أقرتو عن كسلام إياه كلها وقاشة كلها سلادينتا كلها دنيا الدعوء يوح اللي بانا لكسو قيب قلي شركة نديشو كوية لتي ما انتو قيبتن ينشوبنا وانا كلها اللينا شرعي إعلاميين شخصيات كمدة بيشة عيسموس هدانا نهاي وقاشي iyo waxgaradkii iyo guddidii salaadiintii xildhibaanada qaar ka mid ah waxaanu ku shirnay shirkaas oo aanan annagu wax ogaa leh ka haynin arrinkiisana aanan ogeyn. Sida aad ogtihiin shirkaas wuxuu ka bilaabmay shakhsi dhalinyar ah oo ka mid ah beesha
أرن كاسو حايدي رك سياسيين إيه رك كمبغة سلا الدين تباشا وحق الله هن إما يايدي أنا مع إيمان بيش الشركي ده أنا قدام ما يقول هيدا قن كباشا يسموسه شركة أنا كحق الله قبشة ديسة أنا كأولي حق الله يسكيريس ديسة أنا كحق الله مدين تيسي قوب تيسة قرطو يروركو باهدو يبهيات كأنا مركان كوه الله حضرنا أنا كو يسمو صور لنا أيام حق الله نينا نقبصنا يسمو سبدو دورتي عقاش يسمو سعيدي سلادين تيسمو سعيدي لسو دورتي شرته وشر أي بيش أولن تهي لغو سو دورتي حتى الآن يكا بدون كي شرركا يكو لكاشن يا عقاشا تلاقي شرركا يا ريركا يا رميس يكا دعان تكوهي نينا وحبو لو ديبن وقر رير لو ديبن ومسوليو رير هاين ودقالة رير هاين وقر رير ليش ومر يعورو هايني إنو ما تيرا وشربان دي قبان يا إسم وسنة مقبطو وقاشنا مقبطو كلها إن يدعو بيشو السيدي ويشركا وصول دورتين مقبطو سودادين تاسو شرف بي لغن دين وعاصد دي يدي أنكي سودانيهين وحي عمود باهنين نبو أيضا بحق الأولين حق مالها إن يفي عقل بي بكسو بحا أما السياسة أما رأي أي شخصية ووتو إن بيشو كله قاميان تلغي بيشو ناي كوكل چيبيان هذا ما أنك عقاشي قبل كساحل وحان سوي بيشرة وقضعنا إن أنا الشركة السوحين شركي من باهيات كريركا يسموس شركي من عقاشة باشا يسموس شركي من تذكي حلكة هاي يدين ودعو وأن لي خسرتين إلا دان عقاشة معي وأن لي تشيني لي ورمركة تذكى الدنطة يدوك بك شقين إياه وأن تبعي يسموس أنا دعانتك هيا وعقبتك يسموس أنا دعانتك هيا كواسا نعمكو شير مركي نقطو حق اللي نعينا نقل شرنا تن ما انت ورتو احنا عدينا عدان ما يقولها باقن كير هيركا يسموسي ميلك استيبها تشوبين وعنا عدينا انا نقوان كاس انا وهين قوانا انا وحبا كتشرين مدى عايب وحوي عقل عمر ابراهيم محمود وحانا كتر سنة عقاشة بغل كتوب دار باشا يسموسي وحانا الكن هذا الكلام بنا وهل بيكورنا يا هذا البدن ورنا يو مركو روح سلام يا كل هذا بقى انك ابش عيسى موسى قرطن فديا يقوى مغلى وضبا وحن كلو سلام يا ملاحظة بول ملاحظة قرن كيرك كم ده هل كم فديا وحن كل سلام يا سلام في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كذب سيدي وشيغي شيف عادل احمد عادل يا ريو شيف عادل كي كلام شيخان باشا عيسى موسى ما انت وحشرة هيدا انت مترو شركة عدن ايد شركة اللغو غطب حرسات كنا وبدا وحدة كتيرين ادي دم باشر ان قداشو وقامي كودا واغدان الدولة دو وحا نكو عطسان الناسيلة وصير غاربا بدا اين هو اغان صدو دا تكريب الشوطة سيلة وصير غاربا بدا وحا نكو اغانسان اينا إنه هو أغوان صدو هدي آن عقاشة باشا يو حقرت كباشا قوتن فريا شركة العامل سيدة بدونيها باشا عيدل يدعو أو قوتن فريا إيوه عقاشة هو يهي كيف عاقل أحمد عاقل ياري عقاشة إيسا موسى وحاوبوين أحمد عاقل ياري عقاشة إيسا موسى وحاوشر بدون أحمد عاقل ياري إساقون بعض شرق نكوباق كرا الله العامل كرا ضرب كلامنا وحكوا باقي كرب الدنيا باش وإدي أنا هاي إيشرك باغدا إيشرك باغدا وسير كأرينا بدا وحنك عطسنا هنا إن هو غن سطان ريش وضيال ضد في دماغ وضينا هو غن سطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله هو وغاشا سرع دينتا بدي تدل يدي أوه قامنا يدي دوني يدل يدي أمي صحيحتي يعني أنت هو أي شركة مركة لغبانها أيوه وفي نبر أيوه يجي بحضة نقلك أيوه بدي تدل يدي
أمك حلك خيرك هو جامد في سالك يجي كاسو أي ولا كل شيء لا بد أقوله هل كل ما أنت يا مسكوا الدين هل كل وحى يا دواي شركة عسو إيه يا هاي مد بيت وقطع شتاي من جهه سين مراي اسمو وافق سيهين بعد بغنكا إيه بدي يدن يدو تاب ميشو والغوائي أدو أمر حاصل كاسو وحالو أبو سنن إيه يا هاي شرك أو حبك الكريم إذا كنت باقي سانا أنا حق وحين شرك جاني تيدا أنت أمر كان أبو سنن كدب هاتو خلوان تكشي بينا وحالو لينا هاي أبو شعي سنن شكو والجليل إلا إيه شرك كاسو مدهودة وكسو أنا يوحى نكو الجليل إلا ماشا استوى أي توبان شر مركين وابا أخذو ايه المناسب يا هاي ايه وحكو ايه وخذو ايه عن عدو حبال لبول يولي ايه دل يلا بدل قدرش غينا ايو حل كسو عن عطوة وغبان دولا وحالا غبان دولا وحالا هجان كلا غبان دولا عد المسؤول كيدني لكن ما انت شركة العامل هاي ايه بحر صافك كم بقى عابا ايه مال والبلا مغشيين ايه دسك الفاد احمر ايه مريني هاي ما سأل عاليين كاسوران وحين شركي انسان من سن تلجري ويسوء ما يوحا انت اس ايان انيقو كدب حيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كمي هاي عقاشة قبل كساحل هل كان وحا لكن أنا أقول لك شيل الغباء غي ملابس بحر ماشى بحر صعب كلا بحري الغباء غي تاو حن كون عقاشي مدح دقمات كأها إهراه جامعي إنار كتيرين إدت كان وحاق دواغي شيل وحاق بنكرة مدح دقمات كه كيف عاقل له قدومي عباش عيسى موسى وحنوان نهاي شركة هالكا على غدا واقعي مد دستور كان ويدار شوية مد لغانكا مدحدا ويدار شوية هالكا وحنوان نهاي شركة مدى وحبكة تريوية عدا وضانا واعد قرالاسة إيا حمانكا شغير يسوية إيا قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا طيب سلامك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركاً بريادنا لقفة حيوانا ليه بحرصات قال البداية ويبدأ له هو بأوحا ولاقية لكي لبعد قمت كويسة في عقليرة وكال كان فردية شركة هو عن الوعد مكو اكتب عدو كمية دي بيوتي كل الدنيا هو عدو كمية دي أنا لا عدو كمية دي إلا الله أفضل إلا لما شركة سأنا دقن كما خصيه walaashana ma xuseeyo ninkii dalo hubba meeshan dal ka ruuxanaya waa leeyahay dantaada ruuxo laakiin madax dhaqameedka aan shaqo ku lahayn ha fariidiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een qodob waa shirki shirka qodobna waa uqaasha qodobna waa madax dhaqameedka een waxaan leeyahay horta kuwa xaggaa jooga ciise muuse iyo kuwa halka jooga ciise muuse waa isku mid waxba ma kala nimid in yaroo kaliyuun baan isku khilaafsannahay waxaan isku khilaafsannay waxa weeye reerku waa ogtihiin wuxuu tagay dubar wuxuu ku doortay konton qof koodoo konton qof oo dadubar yihiin xilkii horta kamaynaan qaadin xilkii kamaynaan qaadinoo shirayn kaga qaadana maynaan qaban iyaguna maynoo bahaa may idhaahnino may oran shir baan leenahay madax dhaqameedkii reerkuna may oran shir baan leenahay salaadiintiina ee qaybitidi qaybina may oran waxaan leeyahay horta shirkaa imika halkaa baxra saafka lagu qabanayo ciise muuse yaanu shirin cidima leh ciise muuse wuu shiri karaa sida beelaha kale laakiin ciise muuse iyagoo mid ah inay shiraan baa loo baahanyay maaha inay soo dhex gasho xusbiyadu inay soo dhex galaan xildhibaanada golaha wakiilada ee ciise muuse waxaan leeyahay xildhibaanada golaha wakiilada ee ciise muuse shirka ku dhex jira ciise muuse kala saaraya waxaan leeyahay reerku uqaal bii leeyahay guddi muu doortay
iyaga shirka ku baaqi kara iyaga ino sabayn kara siyaasada iyo xisbiyada walaan kala dhabareerka oo ka daayabaan leeyahay beer ku ma baahna in fadaqlaalada kala dhex geliyo saasa la xidbaalada een daasha waxa leeyahay deerarka idinka u talinaya hawshii nagato hadii si jirana oo ku dhawaaqo qabta shirka oo waxa taa war socdaan jirina sida ay markaba u jeegteen de markay ma baahnaayo xaban taasina waa taa een salaadintana de sida kula taliya ugaasha waxaa idiin soo gudbiyaan deedi kuna ansixiya oo reerka iyo dadka ayaa wax la loogu yeeray asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waa halkaan raacday shirka waa la qaaday shirka baxrasaafka ee laga baaqay dadkii qaban jireen ma aha dadkaasi waa dad kale iyagaasi dariyadiga qaban jiray iyo jiifafkii halka la joogaan shirka in badan baa la yidhi dadka haynada ka daayo arrifana iyagaa waxaa leeyahy waraysa ulina dadkana ka daayo shir baa la qabanaya isamuusale waa isku mid inay shirka markay doonaan ay qabsanayaan waa waxaa waa la qabanayaa shirka iyaguna jiroortay la arrifan yahay ayaa la leeyahay waxaa weynaa ka daaya sidaa iyo ayaanu ku hadlayna sidaa odayaasha kumaasi hore ku hadashay ayaanu ku raacsannahay shirka lama ogola ha layska daayo dadka loo yeelayo leeya shirka noqdana kolba loo ururayo halaga daayaba oleen assalaamu calaykum waraxmatullah kolley waa hadal gabadii waxa la sheegay oo uqaashu ay sheegtay iyo odayaashu shirka baxra saafka inuu loo dhammayn ceeb maaha inuu reerku uu shiri karaa waanu shirayaa haddii alla idma mar allaara iyo markay u habboonaato ee ay danahooda ka jeshanayaan waxa weeyaan kooxdaa yar ee salaadiinta leh ee odayaasha leh arrinkaasi mid yacni aanu isku raacsanahay maaha waqtigeeda ha gaadho insha allahu tacaala markay noo habboonaato ayaanu shiraynaa ninkii jif aqulolashan u weyne ka hadla axmed caaqibele cuqaasha kale ka taageertay annaguna waan taageeray waxaan u arkaa marka arigoona subaankii goolka la saaray iyo taasi isaga cidda wadaa waxaan halkan ka salaamayaa cuqaasha jiifafka salaadiinta waayeelka iyo waxgaradka iyo guddoomiyaha dan iyo duco muuse xirsi waxaan idinku salaam iyo bahda saxaafadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaan kadib waxaan ayiidsanahay oo taageersanahay uqaasha dhaqanka reerka ee ku dhawaaqday inaan xilligan shir aanu habboonayn ayaan taageersanahay shirkaa marka loo baahdo ciise muuse wuu ka tashan wuu iska arki waa u alaab samaysan waa u xoolo urursan xilligeeda shir dhaqan xilligeeda ha la gaado uma baahnin bay yidhahdeen uqaasha waan idinku taageersanay anagoo salaadiinta baan leen anigoo suldaanka guura beelaha awalbare suldaan cismaan sheekh ibraahin oo maxamed waxaan halkan ka iftiiminayaa oo aan somalilan dhammaanteed dabadiyo guda u sheegayaa oo aan beelweynta ciise muuse u sheegayaa inaanu jirin shir laysku raacsan yahay maanta oo beeshu ay u ballantay ee ay arrinkaasi yahay arrin aanay waxba ka jirin koox dan siyaasadeed leh oo dadka qalalaasa iyo kicin gelinaysa ayaga oo waayay dariiq ay siyaasadooda u maraan inay ruuxan iyo beerla xawsu ku abuureen dadka waxaan leeyahay beesha dadkii dhaqanka reerka matalayay shirka reerka uu ka go-ayay inay iclaamiyaan in ka badan konton baa madashan fadhida imika in ka badan konton ayaa madashan fadhida oo ay guddiyo dan iyo duco iyo cuqaashi iyo salaadiinta majoritigoodi ay ka mid yihiin waxaan leeyahay cidda waxaa wadaa waxa weeyaan siyaasiyiin tiro yar oo mucaarada oo reerka kasban kari waayey doonaya inay ku kiciyaan shir baa loo diiday shirna loo diidan yahay ma jirto midaanu iclaaminayna ma jiro midaanu imika u ballanayna ma jiro haddii aanu u aragno inuu shir nagu haboon yahay annagaa soo sheegi doona xilligaanu shirayno iyo waqtiga uu ku haboon yahay waxaanaanu u egmanay oo nooga wakiila oo noo soo sheegi doona annaguna aanu ku taageeri doonaa xilliga ay habboonaato guddidii dan iyo ducee lagu soo doortay dubuur sida majoritiga xilkiina haysa iyaduna aan iska casilin annaguna aanaan ka wareejin waxaana cid kastaa fahamsantay sharciyadda marka lagu dhaqmayo xil cidi hayso marka la qabanayo ciddii haysa unbaa qabataa
xil cid hayso marka wax lagu qabanayo cid hayso baa ku qabata nin gidaar taagan iyo nin didoor diyo mid kasta waxaan leenahay ka tanaasul burburka reerka iyo xumaynta wixii aad doonaysana wada sharci ee umar wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh rabbi caalamiin muslimiin halkan waxaan ka hadlayaa sultan xasan maxamed axmed ah waxaan halkan waxa weeye dadka halkan iskugu yimid jiifafka faraha badan leh ee axna waa caqliyo leeyahay iyo bil iyo dan iyo duco iyo allaga salaadiintii ah mowqafka la ysku raacsanya waxa weeye inaanu shirkaasi maanta habboonayn jiifafkuna waa kuwaa ka hadlay dan iyo duco guddiyo dan iyo duco aan xilka laga qaadin inay waa joogtaa waxaan leenahay shirka uqaashu ay ku hadashay ee xaaraantinaysay baanu taageersan lahay in sidaa uu ahaado cidda dambe shirkaada dhaqaajisana waa cidda biila ah waxaa la iska ogeeyeyna waa khalad waxaan le waa goolba ii taalle waxa ka cabanaysana shirka u qabanaysaan kaalayn loo sheega waa idinleeyaynaaye kaalayn loo sheega waan idinleeyayna waxa ka cabanaysaan inaa baahida reerka uu sul ka ku tagaayo kaalayn dadka dhexdiisa ka sheega goolba ii taalle waxaan leeyahay arrintaasi halkaasay naga taallaa haddii ninka gudiga diidanow shir caafaad qabo lagu qabto deelaga waxna wixii laga cabanaayo dee la kaalaya shirka diide maxaa ahe salaadiintaanu saaxiibada lahayna waxaan leenahay waarsi unba idinla egaatae waxba wadaleen waxma kala lihina isku keenkeena oo waxaan leeyahay axmed sheekh waxaan leeyahay salaadiintii ay hogaaminaysa waana hogaaminaya umadiida ilay reerka dhex kaale kogaha cararina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu